هيئت الخطوات الإصلاحية التي انتهجتها مملكة البحرين وما شهدته من تطور ديمقراطي فضاء رحبا للمجتمع المدني لممارسة دوره بحرية تامة، الأمر الذي مكنه من القيام بدور نشط في الحراك الاجتماعي والسياسي بالمملكة، وشكل دعامة لقيم التحول الديمقراطي وتنمية الوعي لدى المجتمع. وفي ضوء الأهمية التي يمثلها المجتمع المدني كأحد مؤشرات التحول الديمقراطي، أصدر معهد البحرين للتنمية السياسية كتابا تمحور حول المجتمع المدني والدولة والتحول الديمقراطي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.